عليكم ناس العزاز. السلام عليكم. دايرين؟ كيف حالكم؟ كل شيء بخير؟ انا توحشتك بزاف. اصلا انا توحشتك بزاف. المهم على حيت كيتحرك كيبان شنو هو. انا توحشتك اصلا، توحشت الفيديوهات كمان. صافي لونتو. صافي لونتو. اي والله عيطت على الفرنسيه. ايوا دكا اخوت دكا اكيد. المهم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم غادي تشوفوا من وجهي عيانه شي شويه صراحه، هذا دار هذا الفيديو باش نغير شويه الجو. كيعجبني ملي كندير لكم فيديو بحال هكا، كنحس براسي بلي كنبدل الجو، كنحس براسي بلي راه عائلتي حدايا وكلشي راكم عارفين. فهري في الغربه كاين غير انا وراجلي. صعيب صعيب الحال بزاف. والحمد لله والشكر لله على كل حال. المهم حاليا غادي نمشيو ان شاء الله للمالو في اسطنبول، غنمشيو لاسطنبول. بعد حطينا على مالو في اسطنبول صارت مالو. اي والله. المهم قالك علي نبدلو نمشيو للمول في اسطنبول. مول طبيعة الحال كنقول لكم افامي. نمشيو تما كاين ميكروس نتقداو منو كلشي. المهم هادشي اللي كاين. يعني نتوما غتشوفو معنا الفلوق ديالنا. المهم الفلوق ان شاء الله غادي يكون بسيط ومتواضع، ونتمنى ان شاء الله ان ينال الاعجاب ديالكم. وكنبغي نقول ايضا الناس الجداد مرحبا بكم، واذا عجبكم الفيديو طبيعة الحال ما تنساوش تخليو لايك وتخليو لتحت كومنتير زوين. كومنتير زوين في حقنا نوع عالي. مي صافي راه ما قلتش لكم الا عجبكم الفيديو حطوا لايك. وشكرا لكم بزاف. لا ما نقول لكم صراحه نتوما كديروا الواجب صراحه ليلى، وشكرا لكم بزاف وليا الشرف بزاف. شكرا بزاف على الدعوه ديالكم ديال الخير على كل شيء والله العظيم. فما كتعاونونا معنويا تغيقول لكم يخطيكم علينا هذا الشيء اللي كاين. ولكن اليوم واحد الجو هاد الايام في اسطنبول بصراحه، من نهار جيت تقريبا ما خرجتش، من جيت من السفر ما خرجتش حيت الصراحه لله البرد، وما عرفت كيفاش حسيت براسي بلي خاصني الراحه وبقيت غير في الدار. كل يوم عاد اليوم الجو ما يبرد بلا كثر. تصوروا معايا درجه الحراره كانت نزلت لواحد، وكتحسوا راه هي واحد وكتحسوا قل مثلا، كتحسوا صفر مثلا فهمتوني، حيت البرد 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 بزاف والضوء مشغلين الضوء غاز كلشي، ولكن كاين واحد البرد اللي قاسي 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 ديال بصح. بديت بعد ما تسالي انا في اسطنبول عافاكم ردوا بالكم من هذا البرد، لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. وهادشي اللي كاين اختي عزاز، الله يخليكم معنا ان شاء الله. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله هاد الايام. تصوروا معايا هاد الايام دابا شي 3 ايام 4 ايام وهي كتصب الشا، ومن غير هادشي واحد 10 ايام واحده اخرى باين بلي راه الشا راه كاين ديال بصح تبارك الله. شوفوا طرقان ايوا مشغلين سميتو في الدفايه. المهم غادي تقول لي مادام كاين البرد علاش انت ما لابساش هكا الموط، علاش علي لابسه هي لا. المهم هاد الايام الصراحه ليلى ما بقيت كنقدر نلبس الكول تريكو، ما كنقدرش نلبس هكا هكا نلبس شي حاجه اللي سخونه سخونه بزاف حيت كتجينا الرده. وحشاكم ملي كنطلع في الطوموبيل ولا شي حاجه، ف اش غادي نقول لكم واخا كيتقلب كيجي رطيل شي حاجه اللي هو هادشي اللي كاين اختي عزاز. نتمنى ان شاء الله كل ما في الخير، وكنوعدكم بلي ان شاء الله القادم احلى باذن الله. شي اللي كاين. المهم ولكن واخا هكاك راه جايبه معايا الموم ديالي وكلشي على وعسى كان مصعبش كان البرد. دعيو معنا دعيو معنا كيف العائلة. الله يخليكم والله، شكرا لكم بزاف. اوكي المهم خوتي عزاز جينا هنا المكان، بصراحة ما تشهيت حتى شي حاجة، قلت والله تناخد غير الفيدان سافرون ما كايناهاش هكا بالدجاج، واصلا ما عنديش الشهية. قلت لعلي ياخذ غير وحدة، قال لي لا والله تناخدو جوج. فهمت. ايوا هادشي اللي كاين. المهم ها انا. المهم لقد طشتو والله الا شدتني واحد الدوخه بشكل، وليت شوفوا اللون ديالي ولا اللون مخطوف ياك. لا ادويه ادويه لا من غير الادويه، اللون ديالي مخطوف تحت عينيا عيانه.
عادية ما عرفت كيفاش نورمال نورمال. انا بزيد الباب بس كلت البيضة من جيد لحد ما فيه الجوع والله ما فيه الجوع ولكي بجوز عليا لازم صدقوا انك روحت فطرنا تقريبا عندك 11 بحال معك 12 ما فطرناش بكري صراحة لله ودابا الربعة دابا نورمال وخصنا ناكلو غدا في هاد الوقيتة ايوا هادشي اللي كاين اوكي المهم هنا دخلنا لواحد المحل طاشا باشي دابا هذا طاشا واو فريمون لين لي تروك هنا على قبل كريس ماس كذا زوين ولكن شويه سا كوت ان بو شير يعني شويه طلع الثمن ديالها مثلا ها نتوما بحال بورلاند اللي ديجا شاكت معكم خديت من هذيك الكونجرات كذا المهم بالنسبه لهذا الواحد غير الواحد يعني 55 ليرة شويه طلع الثمن ديالو مثلا هذه 65 هاد لي تروك اللي كتشوفوا ديال الشميعات هكا كيوز او توز يعني 230 يعني شوية بحال ان بي بو شوية ولكن على قبل لا كاليتي وكذا حيت انا بصراحة عندي منها هاد الكيسان ديالها وسميتو يعني الصح والعمل عالي الصراحة لله واعري تاخذوا منها الديكورات شوفوا الديكورات عندها فنين بحال هادشي هادشي ديال الدف وكذا خذوا من هنا داكشي ديال الزاجة عالي دغيا داك يتهرس زوينين هادو زوينين فنين عالي جادور انا في العشق هلا يا بحال هادي كنت باغا واو شوف شوف ثقل ما يمكنش عرفتي الزاج ديالها وحق الله العظيم عمرني ما شفتها عليه الزاج هكا لدرجه ثقيل ولكن شوفوا ما هذا هذا ايه 400 هاد تشتر مالك يعني زوين ما يد زوين فنه ولكن الكاليتي ديالها قلت لكم زوين المهم نديرو ديمي تور هنايا اون بابا واش خصنا شي دي تروك بحال هكا للدار ولا لا الا خصني شي حاجه شفت شي حاجه الثمن ديالها هو داك اللي سلكني غادي ناخذ شفت راسي هادشي غالي عليا ما غادي ناخذ حتى شي حاجه ايوا دابا كان واحد هو اللي ياخذ على قد جيبه هذا البطاطي مع القهوه الماء شوف هادي واحد الحاجه انا نسخه ناخذ حوايج غاليين وما ناخذش ما ناخذش المعنى صراحه لا خوتي شوفوا الحوايج حيت يعني حنا كبار يعني ما يمكنش انهم تبدل علينا ولا شي حاجه يعني ما يمكنش نزيدوا في الطول ولا شي حاجه اما في الاول كتخافوا يطرا لهم شي حاجه يتهرسوا ولا شي حاجه بحال دابا شي واحد اللي عنده وليد صغير تاخذوا ليه مثلا من شي ماركه تكون غاليه تقولوا عام وغادي تروح عبد تقول ما تروح طبي طبي وهذا الشيء اللي كيطرا لي انا بخصوص الاماني ديكورات انا عزعي ناخذ شي حاجه طالع الثمن ديالها تكون كاليتي ديالها زوين بس مثلا تقول بالاواني لا الاواني ولكن شوفوا عالي هذه فنه بحال هادشي بحال هادشي ساهل ولكن ثقيله شوف بحال هادشي ساهل الثمن ديالها ساهل كتهز لتر بحال هادشي زوين هذه زوينه الثمن ديالها نورمال عادي كاين 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 شي حوايج يسلكوا بنادم ثقيل بزاف والزاج ديالها غليظ عشان عندي الكيسان ديالها كنقول لكم والله العظيم اخوتي بحال هذا كيبان لكم رقاق ولكن عمرو ما تهرسوا لي ولا شي حاجه وديما كيزلقوا لي ملي كنغسل الماعن عمرو ما طرا لي شي حاجه شوفوا شوفوا انا في العشق ما يمكنش شو هذا الجمال المهم خوتي عزاز شوفوا نبان لكم هنايا عجبتني هاد الصينيه طبعا بحال هادي مكرجه شي شويه المهم حنا خدينا جديده مقلفه وداك الشيء وداك الشيء المهم شوفوا زوين عجبتني ندير فيها شي ندير فيها بريد ديال اتاي وكيسان ولا شي حاجه اخرى المهم عجبتني ناخذها ها انتما هي هذه والاخرى الصغيره اللي وراكم عالي هي هذه ها انتم هي هذه هذه قلت نستف فيها الحلويات هكا حلويات بحال ما هكا الشوكولات كيجي زوين كيجي مديكوري فهمتوني ولا قهوه تحطوا فيها قهوه سلبي شي حد المهم عندهم بزاف ديال الاستعمالات هذه ما خديتها ما هو ما عنده هذه هذه واعره عادي انا شفتها واه هادي واعرة واعرة بزاف واعرة واعرة بزاف واعرة واعرة بزاف هادي هادي نورمال الثمن ديالها كثير قاشك الثمن والله قاشك يعني هاكا هادي غالية شوية بجوج متقال دوز كلاسين مطلعين من هون حلو المهم خوتي عزاز هانا رجعت ليكم نفس بسم الله الرحمن الرحيم عاد كي كنبان شكل كيجي راسي شكل شوف لا لا نفس الشيء اش كان لا انت دابا نفس الشيء الحمد لله بصحتك انا يدي عياله
المهم المهم خديت داكشي من باشا باشي. من بعد مشينا لالجي صراحه، مشينا لالجي ودرنا في سامسونج ودرنا البوش والسيمنز ايضا. على قبل ماكينه ديال الصابون قلنا ان شاء الله بغينا نبدلوها. انا عجبتني خصوص البرامج البروغرامات، عجبتني الالجي. المهم اول وحده عجبتني هي الالجي صراحه لله، من بعد كتجي سامسونج، من بعد كتجي سيمنز. شوفوا البوش علاش ما عجبتنيش، حيت فيها واحد الديفو اللي خايب بزاف، انها كتحل ملي كتبغي تحلو، ماشي دغيا كتحل، ملي كتبغي تحطو الصابون ما كتحلش دغيا. يعني بصراحه فيها ما فيهاش بروغرامات زوينين بزاف، وفيه واحد الجلد ما كتستخدم دغيا. حيت عندي في الدار انا البوش كتستخدم دغيا الجناب ديالها، وما فيهاش ديك المزايا ديال انها تنظف راسها وداك الشيء. المهم ما عجبنيش البروغرام سامسونج بصراحه في هذا الشيء. سامسونج زوينه هي ال جي، هي ال جي ال جي الاول من تجي بصراحه في هذا الشيء. بس سامسونج كمان لما شرح لنا كذا الزمن بصراحه عن جد في برنامج حلو دابا. المهم احنا دابا يا باقي ما عطينا قرار شنو غادي ناخذ، نمشيو للدار ان شاء الله. بعد اذا كانت شي حاجه كنت غادي ناخذها كذا غتشوفها معايا في الفيديو، ما غنخبي عليكم حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي زاز، هذا ما كاين. المهم دابا غادي نمشيو نتغداو شويه ديال البركه من ميغروس. هادشي اللي كاين، يلا خليكم معنا. المهم جينا هنا واحد المحل كيبيع القطوات وكافي، يعني خلينا من هاد الحلوى. المهم خديت هادي، ديت قسم الاخرى اللي فيها الشوكولاته غبره ما عزيتش عليا، كتوحل ليا وانا عاد خدا الشاي ضروري. خدينا غير واحد حتى انا معليش نقدر نساليها، ناكل غير معلقه جوج معلقه صافي رجع بركه. ايوا هذا ما كاين، شوفوا واحده من كاسي حدا الالعاب دوخني هذا عالي ناه ها دوخني. جينا هنايا لاسطنبول، ها انتم يلا باركين الطوموبيل كلشي ها هو عادي. المهم حيت تما كاين ميغروس المول في اسطنبول ما لقيناش داكشي اللي بغينا، فجينا هنايا نخديو غراضاتنا وقلنا عاد باش نمشيو للدار ان شاء الله. المهم خوتي العزاز حنا جينا لميغروس، غادي ناخذوا هذه الشجره هذه بالضبط، هي غادي ناخذ ان شاء الله فيها 180 سنتيم. وقلنا هكا غير على قبل السنه الجديده، وعلي قالك بغا ياخذ هذا الشيء فاكتي ناخذه علاش لا. المهم قلنا ناخذ هذا الديكور فيه الدار باش نغيروا الجو شي شويه وصافي. هذا ما كان. المهم ناخذ هذا كار سبراي، هذا كيبان بحال الثلج كترشف فوق فوق الشجره، وناخذوا ليه هكا الستايلات اللي يجيو معاه، هاد العيبات اللي نعلقوا فوقه هاد الشجره. واخا بصراحه شوفوا انا عمرني عادي عمرني ما جهزت الشجره ديال بونانا. انا اول مره، او انا اول مره يعني. المهم انا وعلا نبداو نخلقوا صافي تنديروا داكشي ان شاء الله بالمسك. الوالد والوالده اللي عندهم مع هادشي بحكم العمل ديالهم وهادشي، فهم اللي عندهم تجربه. اما انايا كنت غير كنتفرج صراحه. شحال كيوت، شنو هذا زوين والله الا زوين فن، هذا زوين. لا هاي راح تعبني بالتنظيف. المهم خوتي عزاز نوريكم شنو خديت. هانتوما المهم خديت هاد الكيسان بحال ما هكا ثلاثة، المهم حنا غير أنا وعلي ثلاثة مع تلمين المن. المهم خديت هادو، خديت منهم جوج هكا، خديت من هاد الزواقة ثلاثة باكيت يعني، خديت هاد جوج طريبيشات، خديت هاد الباكيت بحال ما هكا كيف ما شايفين، خديت هادي هانتوما كيف ما قلت لكم الشجرة غير التسلية وصافي. ياك عاد المهم كيف ما شايفه خديت وحده من هادي، وخديت هاد اللمبه بحال هكا باش ندور على الشجره. بصراحه نيت مزيان الشجره فيها 180 هادي فيها 165، وخديت هاد جوج طبيسيلات ليا وراجلي.
ايوا هادشي اللي كاين. بعد ان شاء الله غادي نمشيو. المهم قلت له علي نركبوا هادشي اكيد ها من هادو باقي خاصني، بغيت ناخذ الاحمر ولا الخضر. المهم بحال ما هكا اكيد غادي يخصوني. قلت له باش ما ناخذش دابا شي طول ولا شي حاجه. المهم الشجره هي عند علي كيف ما شايفين، فغادي نحطوها حتى هي في الكروجه في الكروسه. وغادي ناخذ خصني البطاطا وخصني شي ديال العدس وخصني البصله. ايوا هادشي اللي كاين. اي حطها هيك عادي. لا توقع ما توقع شي توقع، بس دير بالك كيسان هون هادو حساسين. انا اذا حطيته هون بس دير بالك كيسان طم راح يسدو شويه دايرين. بس هاكي كمان اي وين صافي خدينا داكشي اللي خاصنا. اي غادي نمشيو للرسمان حيت شفت في المول مول في الصاموك كنت عارفه بلي غادي نلقى الشجره هنا يكون خديتهم تما. شفت دوك الكراس هنايا شويه طلع الثمن ديالهم بصراحه غالي. عندنا بالشجار ما عرفت جبت لنا شجره هكا والله الا مشيت حتى لهاطا ما جبتش معايا شجره. المهم مره هذا الشيء كتاخذوه مره في شحال عادي. انا غادي دابا نوريكم الرسمه لعله مع السنه نلقى في هذه الفرعه هذوك الكره هكا باش نديرو فيها الديزاين هكا الشجره نديكوريو فيه الشجيره. يا اوكي المهم شوفوا شنو خديت لكم من الرسمه. خديت هاد الجوج، هادي في الدوري وهادي في الروج، وهاد هاد الشميعات فيهم شويه ديال البريون فيهم الحب والحنان والعشق. انا صافي خوتي زاد غادي نمشيو دابا في حالاتنا ديريكتومون. يا صافي خذوا لي يلا خذوا لي يلا بالعاني كيفوتني حدا كنشم ريحته خوتي كنشمها يلا دابا الله يستخدوا لي يلا. المهم البنات شوفوا هنايا شنو خديت، شوفوا بعدا الرجيلات كيف دايرين. المهم شوفوا شنو خديت هنا من كراجة، ما قدرتش نوري لكم حيت كان لافينا هكا باش ما تتهرس ولا شي حاجه. المهم شوفوا كيف دايره. المهم هذه خديتها على قبل كاطو ولا تحطوا فوقها الحلويات ولا اي حاجه. المهم نتوما كيبقاو لو شوا ديالكم. ونشوف الرجيلات دايره شحال زوين كيوت هادشي. وهنا كاتبين هابي نيو يير. ايوا قولوا لي كيف جاتكم واش عجبتكم ولا لا. حمقوني هاد الرجيلات كيف مطب زوين زوينين صغار كيوت. ايوا هذا مكان المشتريات الاخرين هما هنايا. ايوا الشجره حتى هي ها هي هنايا كيف العاده. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي عزاز. المهم اخوتي عزاز من بعد ما خرجت وتمشيت وكذا على الاقل حسيت براسي شويه، على الاقل جابيني الروح. المهم هادشي اللي كاين اخوتي عزاز. قبلوا علينا الفيديو ديال هاد النهار، كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. المهم صراحه الكنز ديال برا فجيت يلا دخلنا غير دابا اون فوا دخلت صراحه رديت الشوربه لانها طيب الشوربه ديال العدس فهاد البرد راه زوينه. وصم صراحه ما فيناش الجوع حتى شي حاجه كنا نشربوا منها فيتامين ومنها زوينه للذات ديالنا. درت الشوربه ديال العدس العشيه ومن بعد ان شاء الله نتعشى ونحطوا الفواكه وكلشي كيف العاده. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي عزاز. المهم خليتكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي ونشارك معكم الشجره هكا وحنا كنجهزوها ان شاء الله الى كتب. غادي تشوفوا معنا الريزلت فينال. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.